ما هو الشرط الرابع من شروط الصلاة؟ النية. نعم. أردت أنه مسفر لصلاة من النو هنا نقول وهي أن يقول ما يدمو أنه نية ما سمعت اللهم وها نية أبلو مالت للنو أن تجتهي إني نويت إني أسبيال أن أصلي إني أسجد في هذا اليوم بذلك يوم الاثنين يا سنوكا الموافق سنوكا يقدموا يهونا الثامن والعشرين لها سمن تنوكا من شهر ذو الحجة كذو الحجة 1440 عند شهرات متو أمتلي الموافق تسمعني هنا للسابع عشر لا ثلاث تنوكا من شهر أغسطس أغسطس ما أدري ما أغسطس ألفين وتسعة عشر ناسي 2019 هلت شهر عشر سنين مصليا بدولة أثيوبيا في مدينة بحر دار بحر دار كتبة في مسجد هيا مسجد ما هو اسم المسجد بخاري ها البخاري رحمه الله مسجد البخاري مصليا صلاة العصر عصر صلاة الفجر الساعة الرابعة أراتني وساعة لي بتوقيت أثيوبيا بيتي ساعة قطر الساعة الثانية عشر بتوقيت أثيوبيا الثاني عصر أراتني وساعة بيتي بمعنى قطر مقرزين لا يمكن أن يكون هذا يا هينة اللي هون أي قبام الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نبيات شن بزي هينة يمطون بزي هينة نية محلها القلب يقول لا بابال ولكنه نية مالت قلبنا التلفظ بها بدعة ضلالة باك قلبه يقول لا استهون زرزرنا وبدعة ما الدليل على أن لا تلفظ بالنية في الصلاة دليل أريد دليل خاص على الصلاة أنه لا تلفظ بالنية في الصلاة نعم صلاة وسط بنية من ناقر أسفلاجي أدلم يلبس رانه لم يلو ما سرجع ما سرجع في اللي قال من يعرف من يمدس نعم إنما العمل لا 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 هذا دليل عام الله أكبر حديث المسيء في صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبق الوضوء فكبر لم يقل له قل اللهم نويت أن أصلي في هذا اليوم الاثنين الموافق لكذا ما ترجعوا يا صلاة أستكاكل ويا السجد يسوى نبرة نبيات سيستمرون وجه صلاة قبها قزي الله أكبر نويل تنجي قل نويت أن أصلي مستقبل الكبا على لتن إيه نوت لكم أسرجاتين بينون نرو لا باير أرو لابد أن نضبط المسائل بالأدلة سن الناجر مسألهم كما أسرجا جرا للناس تساسر يقبل الناس